لمناقشة هذا البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق، والذي يخص الأحداث الدموية في منطقة مكاشيفة بمحافظة صلاح الدين. معنا هاتفيا من مدينة إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور. إذا أصدرتم بيانا بشأن الأحداث، يخص الأحداث الدموية التي حصلت في ناحية مكاشيفة بمحافظة صلاح الدين، لماذا تتكرر هذه الأحداث في محافظات معينة على الرغم من إعلان الحكومة منذ ما يقرب من العامين القضاء على ما يسمى الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. استهداف الإنسان خاصة الإنسان البريء في العراق بات هدفا معروفا وتسعى إليه الأجهزة الأمنية بكل صنوفها في هذه الحكومات، وانتهاكات حقوق الإنسان هي الهدف الأسمى الذي تسعى وراءه للأسف هذه الأجهزة. وهذا الأمر وهذه الانتهاكات وهذا الاستهداف وما ذكرته في سؤالك الكريم هو يأتي ضمن مخطط واسع تمارسه هذه الحكومات المتعاقبة باختلاف الوجوه والأقنعة وتبادل الأدوار، تمارسه لتنفيذ مشروع خططت له وتشرف عليه جارة السوء إيران، ألا وهو التهجير الطائفي من مناطق بعينها تحديدا ولتغيير التركيبة السكانية فيها، والأمر الآخر لزعزعة الاستقرار في هذه المناطق وصولا إلى السيطرة الكاملة إليها. تدمير الإنسان هدف كما قلت في مطلع كلامي لهؤلاء الأجهزة، لهذه الأجهزة بمختلف أنواعها، ولذا نراها تتنوع هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف، وآخره ما حصل في مكاشيفة الذي هو نموذج ربما يعبر أو يمثل العديد من الصور الأخرى السابقة وأيضا اللاحقة. ولكن كيف يمكن فهم إعلان الحكومة منذ نحو عامين كما ذكرنا القضاء على ما يسمى الإرهاب في هذه المناطق وما يحصل الآن؟ يعني العراقيون باتوا يعرفون يدركون يعني بشكل واضح أن الإرهاب ما هو إلا شماعة، تعلموا ذلك طبعا من صاحب المشروع الأكبر أمريكا الاحتلال الأمريكي، فهي كلمة يستخدمونها متى ما شاءوا ويرفعونها متى ما شاءوا، فهي مجرد حجة وذريعة يستخدمونها عندما يريدون تنفيذا لهذه الانتهاكات أو لاستهداف منطقة أو جهة معينة، فمرة يعلنون الانتصار على الإرهاب والقضاء عليه أو ما اسمه بالتحرير، ومرة أخرى يعلنون أنه لا يزال يوجد هنالك خطر للإرهاب، فكلمة الإرهاب كلمة متلاعب بها يستخدمونها حينا وينفونها وتجاوزون عنها حينا آخر. من الوسائل الممارسة أيضا قوات عملية سامراء تشن حملات دهم وتفتيش في الأحياء الغربية من مدينة سامراء، ماذا يدل دكتور عبد الحميد تكرار مثل هذه المداهمات على مدنيين عزل؟ من المفترض أن القوات الحكومية والاستخبارية تعرف عنهم ولديها معلومات أمنية، يعني يفترض أن يكون خاصة بعد هذه السنين الطويلة أن يكون قاعدة المعلومات لدى هذه الأجهزة الأمنية، إن كانت أجهزة أمنية مهنية حقيقية تكون معلومة قاعدة معلومات واضحة وصريحة. لكن دائما يعني هذا المسلسل أو هذه المسرحية نراها متكررة منذ سنوات طويلة. الهدف من هذه عمليات الاعتقالات هي ذات أبعاد كثيرة، طبعا بالدرجة الأولى هي لترويع هؤلاء الناس المدنيين في هذه المناطق وصولا إلى إرغامهم على تهجيرهم بوية التغيير التركيبة السكانية، لكن هنالك أيضا مكملات لهذا الهدف، وهو منها قضية الاستهداف الطائفي، أن هنالك أحقاد وصراعات طائفية سيريدون تنفيذ هذه الأحقاد من خلال هذه الممارسات ضد هؤلاء المدنيين الأبرياء العزل. وأيضا كما سمعنا من خلال تصريحات لقادة هذه الميليشيات والأجهزة الأمنية باستهداف هؤلاء الأبرياء المستضعفين انتقاما
لما يسمونها عمليات إرهابية قامت بها بعض الجماعات. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا وراء هذه الاعتقالات بعد اقتصادي، لأنه من خلالها يمارسون ابتزازا لعوائل هؤلاء الناس، وابتزاز بأموال كبيرة جدا يقتاتون عليها هؤلاء المجرمون من خلال استهداف هؤلاء الناس وابتزاز عوائلهم. ولكن كيف يمكن أن تسوغ تلك العمليات، وكيف يمكن أن تسوغها الحكومة وقواتها الأمنية للرأي العام في العراق وحتى في العالم الباحث عن الحقيقة؟ للأسف لو كان هنالك حسابا لما ارتكبت مثل هذه الجرائم، لكن نحن نرى أن هنالك صمتا دوليا، مجتمع دولي عن مثل هذه الانتهاكات، وإن كان بين الحين والآخر نسمع صوتا هنا وهنالك لكنها لا تغني ولا تسمن الجوع. فجميع هذه الأصوات ما هي إلا في إطار المناكفات السياسية والصراعات الإقليمية التي لم تقدم أي شيء لصالح الشعب العراقي. فلا تزال الاعتقالات وجميع أنواع الانتهاكات تجري على قدم وساق، والمجرمون يتباهون ويتبجحون بهذه الجرائم، بل أكبر من هذه الجرائم رأيناها ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي الأبرياء العزل، ولم نجد هنالك لا حسابا داخليا محليا ولا هنالك حسابا أيضا دوليا. ولذلك قالوا إذا أمن العقاب فأساء الأدب، ونرى هؤلاء يسيئون دائما ويرتكبون مثل هذه الجرائم لأنهم قد أمنوا العقاب، فلا حساب لا داخليا ولا خارجيا. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني.